مستمعي الكرام، تحد ما كتخفى عليه الأهمية ديال النظافة في الوقاية والحد من انتشار الوباء، لهذا من لازم علينا نتبعوا التوصيات اللي جابها بروتوكول لأعداته وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي. أولا لازم نوضحوا للناس اللي خدامين معنا الطرق الصحيحة لاستعمال الصابون وكيفية غسل اليدين، ونعلموهم كيفاش يستعملوا أجهزة التعقيم اللي كاينة في مداخل المؤسسة ووسائل التطهير المفروض تكون في المرافق الصحية. ثانيا خصنا نحرصوا على النظافة التامة لمختلف مرافق المقاولة ونمكنوا فضاء العمل من تهوية دائمة عبر النوافذ والأبواب، وما نساوش تعقيم للمعدات ووسائل العمل خاصة منها الأدوات ذات الاستخدام المشترك. وطبعا ما نغفلوش الأماكن اللي كتعرف تواجد مكثف للعمال بحال مستودعات الملابس اللي خاص الولوج لها يكون بنظام تفويج. وطبعا ما دام الحديث على النظافة في الأماكن اللي المفروض تكون عند الأولوية هي مرافق الاستحمام والمرافق الصحية، بحكم أنها كتكون مرتع لانتقال الجراثيم والفيروسات في حالة ما حضاتش بالعناية اللازمة والتطهير المستمر، حيث ماشي مهم فقط شنو التجهيزات اللي كاينه في مقر العمل وشنو درجه الجوده ديالها، بل الاهم هو انها تكون وسائل عمل امنه اللي نحافظوا بها على سلامه الاجراء. سالمين وغانمين، هذه سلسله من الوصلات التوعويه للوقايه من انتشار وباء كورونا، تقدم لكم من طرف وزاره الشغل والادماج المهني والمعهد الوطني لظروف الحياه المهنيه.